الليبي بيتصاعد بشكل سريع جدا. ظهرت قوة وطنية هناك متمثلة في الجيش الليبي، الأوروبيين كان ليهم موقف منها شوية، مصر بتتبنى وجهة النظر الليبية اللي الشعب الليبي أصلا متوافق عليها، وكل الأحصاءات بتقول 70% متوافق على أنه الجيش الليبي يكون ذو سيطرة على الأراضي الليبية عشان توحيد الأرض وكذا. مصر بتسعى حسيسة إلى الاستفادة من علاقتها بالفرنسيين في هذا الملف تحت العنوان الأعرض، وهو ملف كيف نحارب الإرهاب. يعني أستاذ عصام، نحن نتابع الآن على الشاشة وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسكندرية لافتتاح منطقة غيط العنب العشوائية بالمحافظة بعد تطويرها. كان هناك افتتاح الكثير من المشاريع أو خاصة في يعني في الملف كمان. حضرتك الملف العشوائيات ده احنا عملنا الأسمرات هنا، ودي يعني كان مشروع من المشروعات المهمة اللي أنا بتصنه قريب قوي من أو يمكن شوية أرقى من نموذج اللي اتعمل قبل كده في حقبة ما قبل ثورة ثورة يناير. النهاردة احنا بنتكلم في اسكندرية، احنا عندنا يعني مجموعة من المناطق المفخخة في الاسكندرية، كان منها هذه المنطقة، كانت يعني منطقة بتشع للأسف الشديد يعني مساحات من العتمة الشديدة جدا، وكان فيها تنتشر فيها دايما لما تلاقي فيه عشوائياتها تنتشر البلطجة والجهل وأشياء كثيرة جدا. غيط العنب أعتقد أنه مشروع هيبقى قريب من نفس الطريقة التي طورنا بها حي الأسمرات، وتم نقل عدد كبير جدا من الأسر. النهاردة احنا بنبص لمناطق العشوائيات أنه ما تبنيش بنايات فقط، وإنما لازم يبقى فيه يعني حول هذه البنايات ما يمكن أن نسميه مناطق الخدمات المهمة جدا. النموذج اللي اتعمل في الأسمرات وبيتم استنساخه في مناطق أخرى، أنا بتصور أنه من أهم النماذج اللي ممكن نقول أنها يعني طريقة جديدة في التفكير للتعامل مع العشوائيات. زمان حضرتك عارفة أن احنا كنا يعني في بعض المناطق زي مثلا الدويقة، لما جينا نبدأ التطوير أعمل نقلنا الناس بعد المصيبة الكبرى بتاع سقوط نقلناهم إلى مناطق أخرى. وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح منطقة غيط العنب ووصوله إلى مكان الافتتاح، نترككم الآن لمتابعة الافتتاح والصورة. السيد الرئيس عبد الفتاح